الآن ننتقل إلى معاني المفردات. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم منعا وهات؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات؟ ما معنى منعا وهات؟ أي عدم الوفاء بالواجبات مع المطالبة بالحقوق، يعني أنت لا تقوم بواجبك وبنفس الوقت تطالب بحقك، هذا ليس عدل. كيف تطالب أو تطالب بحقك ولا تؤدي واجبك؟ يعني أنت تطالبني بأن أعطيك الدرس ولا تكتب وظيفتك، هذا ليس فيه عدل. أما عندما تؤدي واجبك يعطى لك حقك. وأيضا معنى وأد البنات أي دفن البنت الصغيرة وهي على قيد الحياة. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان الجاهلون يدفنون تلك الفتيات أو البنات عند ولادتها تدفن في التراب وهي حية. والآن نحن للأسف في زمان يقال أننا قد أو أن الإسلام يضيق حرية المرأة، وفي الحقيقة أن أعظم أو أن الدين الإسلامي هو الذي أعلى وأعظم مكانة المرأة في هذه الحياة، فأعطاها من الميراث وجعلها امرأة في بيتها، يعني يفرض على الرجل بأن ينفق عليها وهي جالسة في منزلها، وأخذت من الميراث وحقها في التعليم مثلها مثل الرجل، وحقها في العمل أيضا في ضمن ضوابط وشروط، وحق أستاذ، اختيار الزوج. ممكن نضيف معلومة كمان لمعلوماتك لو سمحت؟ تفضلي. وجعلها أم تكون الجنة تحت أقدامها، صح؟ نعم، وأعلى قدرها وأعلى مكانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السيدة عائشة هي أيضا معلم للأمة، والسيدة خديجة أيضا معلم للأمة، فكثير من الحديث من نقلها لنا؟ نقلتها لنا أمنا عائشة وأمنا خديجة وأمهات المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. أولا، ما هي الخصال الثلاثة المحرمة؟ الهدف أن أستخرج من الحديث الخصال الثلاثة المحرمة. ما هي الخصال الثلاثة المحرمة؟ أولا، عقوق الأمهات. ثانيا، منعا وهات. ثالثا، وأد البنات. عقوق الأمهات أي عدم إطاعتها والقيام بأفعال تغضبها، هذه أمور محرمة، محرمة قطعا، أي من فعلها فقد ارتكب معصية. وأيضا منعا وهات حرم، مجرد قال لك حرم عليك أي منعك من فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبالتالي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فوجب علينا الانتهاء. أيضا منعا وهات أي أن تطالب بحقك دون أن تؤدي واجبك. وأيضا حرم علينا وأد البنات. إذا هذه الخصال المحرمة الثلاث، من يعدد لنا الخصال الثلاثة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ سائر الخطيب تفضلي. الخصال الثلاث المحرمة هي وأد البنات ومنع وهات عقوق الأمهات. أحسنت. إذا وأد البنات ومنع وهات وعقوق الأمهات، هذه الأمور الثلاثة أمور حرمة. طيب ما هي الخصال والمكروهة؟ أولا، القيل والقال. ثانيا، كثرة السؤال. ثالثا، إضاعة المال. قيل وقال أي ينقل الحديث ويحب التكلم كثيرا بما يلزم وما لا يلزم، وأيضا يكثر من السؤال بالأشياء التي لا تنفع ولا تفيد، وأيضا يضيع ماله بأشياء ليس له بها فائدة. من يعدد لنا الخصال الثلاثة أيضا المكروهة؟ تفضل يا رنا خطاب. الخصال الثلاثة المكروهة القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، صار لدينا الآن ثلاث خصال محرمة وثلاث خصال مكروهة. الثلاث الخصال المحرمة هي عقوق الأمهات، منعا وهات أيضا عقوق الأمهات، منعا وهات أيضا تكلموا وواد البنات. إذا إضاعة عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات، والخصال الثلاثة المكروهة القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب نستمع الآن، ما هو التقييم؟ فكر كيف تصوب الأفعال التالية.
فكر كيف تصوب الأفعال التالية. إن قام شخص بشتم والدته العجوز، ماذا نذكر ذلك الشخص؟ ماذا نقول له؟ أن يتذكر أن عقوق الوالدين من المحرمات التي نهى الله عنها. قال تعالى: من يذكرون بالآية التي تدل على بر الآباء؟ من يذكرنا؟ تفضل يا لو تكرمتم بذكر الإحسان. نعم، إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو تكرمتم عدم التكلم إلا برفع الأيدي لو تكرمتم. ثانيا، إن كان شخص يسقط جنينه فور معرفته بأنه أنثى، ذلك الشخص يعني امرأته حامل فعلم أن ما بداخل رحمها هو أنثى، ماذا؟ فذهب إلى الطبيب أو إلى طبيبة فأسقط ذلك الجنين. عليه أن يعلم بأن هذا الأمر يدخله بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر يدخله في وأد البنات التي حرم الله تعالى ذلك الفعل. إذن هذا مثل ذلك الشخص الذي دفن تلك الفتاة وهي حية. طيب، إن كان هناك شخص يكثر من التدخل في أمور الآخرين، عليه التوقف عن ذلك وأن يعلم أن ذلك يدخل في الأمور المكروهة التي نهانا الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عنها. نتابع، ما هي الخصال الثلاثة المحرمة؟ الهدف أن يبين معنى هذه الخصال الثلاثة. أولا، عقوق الأمهات. حقيقة عندما نسمع كلمة عقوق الأمهات فهذه الكلمة حقيقة تهز الإنسان. شخص يعق أمه أو يعق أباه، أي لا يطيعه أو يتصرف معهم تصرفا غير لائق، أو من خلال ارتفاع صوت أو نظرة أو عصبية أو إذلال أو كلام يسيء لهما. حرم الله تعالى العقوق، وهو عصيان الوالدين والتسبب بأذيتهما بأية صورة كانت ولو بالتأفف. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا عقوق الأمهات هو عصيان الوالدين والتسبب بأذيتهما بأية صورة كانت ولو بالتأفف. يعني تخيل أن الله عز وجل حرم عليك أن تقول لأمك أف، وهو حرف واحد، فكيف بمن يضرب أمه؟ وكيف بمن يعذب أمه؟ وكيف بمن يحرمها؟ للأسف هناك صورة أود توضيحها حقيقة، هي صورة مؤلمة حقيقة، ورأيتها للأسف في أم عيني، وأنتم أيضا أنا متأكد أنكم رأيتم مثل هذه الصورة. تجد أن تلك الأم التي ربت، التي تعبت حتى أصبح ذلك الولد شابا كبيرا، تجد عندما يكبر يضع أمه في أصغر غرفة في بيته وفي زاوية داره، ولا ويحرمها من أفضل أنواع الطعام، ويحرمها من أفضل أنواع المد أو الفرش، ويحرمها من التدفئة في الشتاء. للأسف رأيت بأم عيني بيوتا يضع أمه بغرفة لا تصلح للدواب، وهو يجلس في غرفة قد ملأها بالعفش الجميل وبالمدفأة الجميلة والتلفاز والشاشة الكبيرة وأطفاله وزوجته حوله، وأمه رماها في غرفة على مدخل باب الدار، غرفة صغيرة كانوا يضعوا فيها المؤونة. هل هكذا يكون رد الجميل؟ هل هكذا تكون الأم؟ هذا الكلام أوجهه أيضا للزوجة تنصح زوجها عندما ترى سوء معاملته مع أمه ولو كانت حماتها أو كنتها. فهذا الأمر يجب أن نزيل هذه الأفكار من بالنا، وأن نضع نصب عينينا رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نفعل لآخرتنا. فإن كنت في منزل تجدين أن الأم أو تلك العجوز التي كبر بها السن ولم يعد لديها قوة قد وضعت في غرفة لا يقوم أحد على خدمتها، فلنغير تلك الصورة ولنبدأ من جديد مع الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الفعل كما ربوك في الصغر عليك أن تربيهم في الكبر، وأن تكرمهما وأن تنتبه إلى حاجتهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا تعلمنا أن عقوق الأمهات هو أمر يغضب الله عز وجل، وبالتالي علينا الابتعاد عنه وأن نبحث عن الفعل الآخر بالمقابل وهو إكرام الأمهات بعكس عقوق الأمهات. الفعل الآخر المحرم هو منع وهات. وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. ما معنى وازن؟ أي إذا أردت أن تأخذ حقك عليك أن تنفذ واجبك. إغلاق الميكروفون لو سمحت. إذا أن نبين حقوقنا وواجبنا، أن نؤدي حقنا لكي نأخذ، أو عفوا نؤدي واجبنا كي نأخذ حقنا. إذا نجد هنا في الصورة الحقوق والواجبات في ميزان واحد، أي إذا أردت أن تأخذ حقك عليك أن تؤدي واجبك. أيضا نرى نفس الصورة تقريبا، ثم إما أن يمتنع من أداء ما عليه من واجبات كالنفقة ثم يطالب بحقه، يعني يريد يأتي إلى بيته يريد من زوجته أن تطبخ له وأن تنظف له بيته وملابسه، وهو يحرم بيته من أقل الأمور التي تجب عليه، لا يأتي لهم بالطعام ولا يأتي لهم باللباس، ثم يطالبهم أن يؤدوا واجبهم على أكمل وجه. هذا منعا وهات. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، وإذا أردت أن تأخذ حقك عليك أن تنفذ واجبك، أما العكس فهو محرم. أيضا وأد البنات من الأمور المحرمة. قدس الإسلام حق الحياة وجرم كل من يعتدي على هذا الحق. ومن أشنع صور الاعتداء ما كان شائعا في الجاهلية من قتل البنات والتخلص منهن خشية العار أو الفقر. للأسف يعني يأتي ببنته في لذة كبده ثم يحفر في التراب في الرمل ويدسها في التراب وهي حية ويتركها، ثم يعود وينسى أن هذا الحق هو حق الله عز وجل، ليس من حقه أن يأخذ أرواح البشر، فهذا حق الله عز وجل. وهذه الأمور التي المحرمة، وذكرنا مثالا منذ قليل، قلنا أن ذلك الرجل الذي يعلم أن في رحم زوجته أنثى فيبادر إلى الطبيب أو الطبيبة أو يأتي لها بحبوب لكي ينزل ذلك الجنين، وهذا مثله مثل وأدي البنات. انظر إلى الصورة، والله يعني صورة حقيقة، ولو أنها صور قد تكون ليست حقيقية أو تكون رسما، ولكن حقيقة تعبر عن ألم شديد. تتخيل كيف يأتي ببنته، إذ انظر كيف يسحبها ويريد أن يدسها في الصورة الثانية عند الرمل، يحفر لها ثم يضعها حية ثم يذهب. انظر إلى صور، حقيقة صور معبرة بكل معنى الكلمة. إذا تكلمنا عن الخصال الثلاثة التي مرت معنا في السابق، قلنا أولا عقوق الأمهات، ثم ذكرنا ثانيا منع الأمهات، ثم ذكرنا ثالثا وأدوا البنات. إذا هذه الأمور الثلاثة المحرمة يمنع أو جعل الله عز وجل جعلها من أعظم المعاصي لله سبحانه وتعالى، وقرن طاعته بطاعة الآباء، وأيضا قرن الواجب بالحق، وأيضا قرن حق الحياة مع تحريم وأدي البنات.